بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما. أيها الإخوة الأحباب، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الإيماني الذي نتحدث فيه عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وفي هذه الليلة المباركة نتحدث عن اسمه تعالى المقسط. وقد تحدثنا من قبل في أمسية سابقة عن قصة طعمة بن أبيرق الذي نزلت فيه آيات من القرآن الكريم، وقد كان رجلا منافقا سرق درعا من بيت أحد جيرانه، ثم قذف بهذه الدرع في بستان رجل يهودي لينفي عن نفسه تهمة السرقة ويتهم هذا الرجل ظلما وزورا. وعندما احتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئ ساحة هذا اليهودي ويظهر السارق الحقيقي للناس، وهو طعمة بن أبيرق. ورغم العصبية ومحاولة قومه أن يبعدوا عنه التهمة والشبهات وغير ذلك، إلا أن الوحي قد نزل بتبرئة هذا اليهودي وإدانة هذا الرجل. ومما قيل إنه أصر على موقفه وعلى الذنب، ورغم أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للجميع، لكنه أصر على ذلك. ويقال إنه هرب إلى بعض أقاربه في مكة وعاش معهم، وسبحان الله، يعني الذي فيه طبع لم يغيره ولم يجاهد نفسه ولم يقاوم هذا الداء وهذا العيب لكي يصوبه، وإنما أصر حتى يظهر أمام الناس بهذا المظهر. فيقال إنه استمر في السرقة ومات وهو ينقب بيت أحد الناس في مكة، ووقع سقفه أو حائط عليه فمات. فسبحان الله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذه الآيات تؤكد على عدل الإسلام المطلق، وأن الله تعالى هو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا. فسبحان ربي المقسط الذي يحكم بالعدل بين عباده ولا يظلم في حكمه أحدا، وسبحانه لا يسرف في عقوبته، وسبحان ربي المقسط الذي ينصف المظلوم ويأخذ له حقه من الظالم بالقسط. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية الكريمة قال عنها العلماء إنها أعظم شهادة في القرآن الكريم، حيث شهد الله لنفسه بالوحدانية والعدل المطلق، وشهدت الملائكة وأولو العلم له بذلك. والمعنى أن الله تعالى شهد أنه لا إله إلا هو قبل أن يخلق الخلق، ولما خلق الملائكة شهدوا له وأقروا بذلك، ثم لما خلق الله الخلق شهد المؤمنون منهم بمثل ذلك قائما بالقسط، يعني قائما بالعدل على كل نفس. ويقال: من أقر بهذه الشهادة على عقد قلبه فقد قام بالعدل. قال مقاتل: سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن سلام
وأصحابه قالوا لرؤساء اليهود: اتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت اليهود: ديننا أفضل من دينكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لتبين أن الإسلام هو دين الحق، هو دين العدل، هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للعالمين. وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذا يبين أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بهوى، لم يكن يحكم بعصبية ولا بقبلية ولا بما يراه هو، وإنما بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيمة، خصيمة أي مخاصما ومدافعا عنهم، وإن كان في نفسك ميل فجاءت الآيات: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والمفسرون قالوا إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه حكم، والبينة على من ادعى، يعني اليهودي وجد في بيته الدرع، فهذا دليل هو ينفي عن نفسه التهمة. والرجل الآخر اللي هو طعمة يقسم ويحلف أنه لم يسرق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال لأن يحكم له بحسب ما يراه، ثم هو يتحمل أمام الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وزر هذا اليمين الكاذب. فلأن المسألة مسألة مهمة، والله سبحانه وتعالى يعلم البشرية ويعلم الناس أجمعين أن الإسلام هو دين العدل، ولا يفرق بين جنس وجنس، ولا يفرق بين الناس على أساس دينهم وهكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات هذه الآيات الكريمة من سورة النساء، التي تبين أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا. لذلك يتعجب الإنسان من نبذ وترك وإهمال القرآن الكريم وعدم الأخذ بأحكامه في كل شيء، ويعتمد على عقله ويعتمد على نفسه وما يضعه من أشياء ربما يكون فيها إحقاق لجزء من الحق وظلم لآخرين. فمن ثم على الإنسان الحصيف وعلى الإنسان العاقل ألا يصدر في أحكامه عن هوى أو عن عصبية أو عن نظرة قاصرة. ويروى أنه لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار اليهود، فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان؟ فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة والنعت الذي عندهم في التوراة، فقال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: وأنت أحمد؟ قال: نعم. قال: نسألك عن شهادة، فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلاني. فقال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأسلم الرجلان وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا من يرد الله به خيرا يهديه إلى هذا الدين القويم. ونحن نلاحظ أنهما هنا لم يتعصبا لخلفيتهم الثقافية القديمة، و ديننا أفضل من دينكم وشيء من هذا القبيل، وإنما هما كان في طريقهما للبحث عن الحقيقة، لذلك هداهما الله، كما هو حال سلمان الفارسي الذي جاء من آخر الدنيا وفقد منصبا ومكانة حتى يؤمن بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالمقسط
معناه الحاكم بالعدل، أو الذي يحكم بالعدل، الذي لا يلحقه جور في حكمه ولا يجور في فعله، وكل أفعاله عز وجل حسنة. قال بعض العلماء: المقسط من القسط، وهو القيام بأتم الوزن وأعدل التكافؤ، وكأنه من أفعل التي تزيل مقتضى فعل عنها، لأن قسط الفعل الثلاثي قسط معناه جار، فكان أقسط بمعنى أزال الجور. وهنا يجب أن ننتبه إلى هذا المعنى، نقول المقسط، أما القاسط فهو الظالم، إنما المقسط فهو الذي يزيل هذا الظلم. قال تعالى في سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. يعني نلاحظ هنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يعني، أو إن الآية لم تنفي عن الطائفتين الإيمان، رغم وقوعهما في بعضهما بالقتال ويعني وغير ذلك، فلا نبادر نحن لمجرد اختلاف يعني أحدنا مع الآخر أن نتهمه بالكفر أو بالمروق. الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني رغم إن كل طائفة أو الفريق يحمل السيف ويحارب ويقتل منه ويقتل من الفريق الآخر، ومع ذلك الآية تقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لأنه وارد جدا أن يحدث بين المسلمين اختلاف وفتن ووجهات نظر يعني متباينة، فمن ثم الإنسان يعني، وده الفئة أو الطائفة الثالثة، يعني هو الآية تخاطب من؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ليس الطائفتين، وإنما يعني من يكون بمسافة منهما ليحاول الإصلاح. وهنا أيضا كما قيل إنه استخدم الفعل اقتتلوا بصيغة الجمع، لأن وقت القتال الناس كلها يعني يقاتلون بدون انتظام، أو يعني يكونون على ساحة المعركة وهم يعني منتشرون وهم بأعداد هائلة. ثم عندما جاء في الصلح قال: فأصلحوا بينهما، استخدم صيغة المثنى هنا، لأن الصلح يكون عادة بين وفدين، بين شخصين، بين رئيس قبيلة وقبيلة أخرى، فهذا من بلاغة القرآن الكريم: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع يعني أحيانا آخر الدواء الكي يكون علاج بعض الناس بهذه الطريقة. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. يعني الإنسان لا يجور في حكمه، ودائما يبحث عن الحق، وعندما يهتدي الطرف يعني الذي يبغي ويظلم ويعلم أن الله حق ويعود إلى رشده، فعندئذ يعني لا يقاتل ويعود إلى جماعة المسلمين. وقال عز وجل في سورة الجن، حتى نفرق بين أيضا المقسط والقاسط، يقول: وأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون المعتدون فكانوا لجهنم حطبا. فقوله أقسطوا في الآية الأولى أي اعدلوا ولا تجوروا في الحكم ولا تنحازوا لأحد الفريقين، فالمؤمنون جميعا إخوة مهما حدث بينهم من فتن وصراعات واجتهادات في بعض المسائل. وأما قوله في الآية الثانية: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فيقصد بهم من يجورون في حكمهم ولا يعدلون. إن الله تعالى هو المقسط ذو العدل والإنصاف، الذي يقضي بين خلقه يوم القيامة بالقسط،
فلا يبقى صاحب حق أو مظلوم دون أن يحصل على حقه. ولا يتصور أن الله تعالى حاشا لله يظلم أحدا أو يجامل أحدا، فهذه الصفات ليست لله عز وجل. وقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهل بعد ذلك من بيان؟ وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما هو جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من هذا. فقال الله عز وجل: رد على أخيك مظلمته. فقال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. فقال عز وجل للطالب: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فقال: يا رب فليحمل عني من أوزاري. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، وقال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى أن تحمل عنهم أوزارهم. قال: فيقول الله عز وجل أي للمتظلم: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي صديق أو لأي شهيد هذا؟ قال الله عز وجل: لمن أعطى الثمن. فقال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب قد عفوت عنه. قال الله عز وجل: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يسرد يعني أو يعطينا هذه اللمحة، قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. وهذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا. والمتأمل في ألفاظ هذا الحديث القدسي ومعانيه يجد أن الله تعالى يحكم بين عباده بعدله ورحمته، حتى يتحول ما بينهم من عداوة وبغضاء إلى حب وتسامح. فهو سبحانه لا يظلم أحدا ولا يجور في حكمه أبدا، وهو المقسط العدل الحق الذي يعطي كل ذي حق حقه. والله تعالى المقسط العدل يحب عباده المقسطين، لأن القسط هو ميزان الحياة، وبدونه تتحول الحياة إلى ساحة صراع يأكل فيها القوي الضعيف، وتنتهك فيها القوانين. وهذا ما نشاهده ونسمع عنه كل يوم، حيث تمتلئ قاعات المحاكم بقضايا كيدية ومظالم تنم عن أن أصحابها بعيدون تماما عن فكرة العدل، وتظهر أنهم لا يفكرون في يوم البعث وما يكون فيه من قصاص ووضع للموازين بالقسط. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني لما نتأمل هذه الآية، والله يعني لا يفكر أحد في الظلم أصلا. انظر إلى معنى الشنآن. الشنآن هو شدة البغض والكراهية، اللي يعني ممكن يكون مبرر معاه إن الإنسان يبعد عن الحق والعدل، لأن النفس لما بتتغير الإنسان ربما لا يسيطر على يعني على نفسه، فقد يحيد وقد يعني يجنح إلى المغالاة والمبالغة. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمره مع وجود هذا الشنآن وشدة البغض والكراهية أن يضبط نفسه ولا يعني يخرج عن حلمه واعتداله. فيأمره الله سبحانه وتعالى وهو في مثل هذه الحالة بالعدل وعدم الجور. طيب ما بالنا بالإنسان وليست هذه الحالة موجودة؟ فعلى الإنسان يعني أن يضبط نفسه كما قلنا، ولا يحيد عن الحق ويبقى دائما في معية الله تعالى. قيل إن هذه الآية الكريمة قد نزلت في أعقاب فتح مكة، وكان بعض المسلمين متحفزين للثأر والانتقام بسبب ما تعرضوا له على يد
أهل مكة، فأمرهم الله تعالى ألا يكافئوهم بما سلف، وأن يعدلوا في القول والحكم والعدل، فلا مجال للانتقام ولا للثأر، وإنما العدل والإنصاف. وقد زيلت الآية بقوله إن الله خبير بما تعملون، فيها تخويف، وحتى يعني يثنيهم الله سبحانه وتعالى عن كل إثم أو فعل قد يفكرون في القيام به، يعني لن تخفى على الله كل ما تقوم به، إن الله خبير بما تعملون. وهذا ما وجه إليه النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه عند فتح مكة، فقد سمع سعد بن عبادة يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة، فقال: بل اليوم يوم هو يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله عز وجل يأمرنا بالعدل في الشهادة، حتى وإن كان الشخص الذي نشهد له عدوا لنا، وأن نكون عادلين مقسطين حتى لو شهدنا على أنفسنا أو أهلينا، وهذا هو منتهى العدل والقسط الذي يستحق صاحبه هذه المكانة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. وفي الآية الكريمة أمر من الله تعالى بضرورة إقامة العدل بصورة مستمرة، وأن تكون الشهادة خالصة لوجه الله وابتغاء مرضاته، بلا طمع في أجر ولا عوض. وما دام الإنسان أدى الشهادة فعليه أن يؤديها بحقها، ولو كانت على نفسه أو الوالدين والأقربين، فلا تأخذه الشفقة ولا تعظيم أمر الوالدين من إقامة الشهادة عليهما، وأحرى به أن يؤديها على وجهها مع الأجانب، فلا يميل ولا ينحاز لشخص على حساب آخر بسبب غناه أو منصبه أو لأي سبب من الأسباب. وقد حذرت الآية الكريمة من كتمان الشهادة، فمن كتمها فإن الله كان بعمله خبيرا فيجازيه على ذلك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم شهادته على من كانت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجحد حقا هو عليه، وليؤده عفوا، ولا يلجئه إلى السلطان وخصومته ليقتطع بها حقه. وأيما رجل خاصم إلي فقضيت له على أخيه بحق ليس له عليه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. يقول ابن برجان الإشبيلي: ما من شيء كان أو هو كائن إلا وهو موزون بميزان ظاهره أو باطنه، وما من وزن إلا له قسط قدر. تعالى الله عن الإهمال والمجازفة، وتنزه عن الحيف والجور، والذي يثقل في الميزان هو الحق، والذي يخف فيه هو الباطل. فالآن يعني هو يعظ ويقدم الحقيقة ابن برجان في كتابه عن أسماء الله الحسنى وفي كتبه، هو يعني صاحب أسلوب في الوعظ مؤثر جدا، فهو يقول: الآن أقم ميزانك وأعط القسط من نفسك لربك، وفيه قسطه حسب طاقتك، واستغفره لما عجزت عنه، ثم أعط القسط من نفسك لنفسك ثم للناس، وأعط كل ذي حق حقه، ولتكن قائما بالقسط في حملك وشهادتك وحركاتك كلها وأعمالك أجمع، ولا تستبق من نفسك باقية، فإنه ليس هناك إلا ما قدمته هنا، وبميزانك اليوم يوزن لك غدا. واعقل من أنت ولمن أنت ولما خلقت. وما أجمل ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث يحثنا على محاسبة النفس باستمرار،
يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وهو منهج قويم وسديد، لو اتبعه كل إنسان لاستقامت له دنياه وآخرته. فهو يشبه عمليات التقويم المستمرة لما يقوم به الإنسان في حياته، حتى يعدل من مساره ويصحح من أخطائه قبل أن تتفاقم ولا يستطيع تداركها. بقي أن نذكر هنا أهم ما قيل في الفروق بين القسط والعدل. يعني احنا اتكلمنا قبل كده عن اسمه تعالى العدل واسمه الحكم، واليوم نتكلم عن اسمه المقسط. فذكرنا هناك معنى، يعني واحنا بنتكلم عن اسم العدل المعنى بالتفصيل، فيعني يمكن الرجوع إليه. هنا ننقل ما قاله أبو هلال العسكري، يقول: الفرق بين القسط والعدل أن القسط هو العدل البين الظاهر، ومنه سمي المكيال قسطا والميزان قسطا، لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرا، وقد يكون من العدل ما يخفى. ولهذا قلنا إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه، وبذلك يكون المقسط هو العدل، ولكنه أبلغ وأشمل وأدق، فهو سبحانه الذي يقوم بأتم الوزن وأعدل التكافؤ، ولا تخفى عليه خافية أو تلتبس عليه الأدلة فيختلط عليه الأمر فيخطئ في الحكم، حاشا لله. اللهم إنك أنت الحكم العدل، وأنت المقسط الجامع للخلائق في يوم لا ريب فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والسداد لما تحب وترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم اجعلنا ممن يقيمون الشهادة على وجهها، واجعلنا من المقسطين، ولا تجعلنا من القاسطين. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. آمنت بما أرسلته من رسول، وآمنت بما أنزلت من كتاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل. اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر،
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم إني أعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله علانيته وسره، ولك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لي ما مضى من ذنوبي، وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني أعمالا زاكية ترضى بها عني وتب علي. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. وأعوذ بك من أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة. اللهم إني أعوذ بك من العطب والنصب، وأعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب. اللهم إني أعوذ بك من الزيغ والجزع، وأعوذ بك من الطمع في غير مطمع. اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أبغي أو يبغى علي، أو أطغى أو يطغى علي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. كل الشكر والتقدير لأخي وصديقي الحبيب سعادة الأستاذ الدكتور وجيه يعقوب على هذه الأمسيات الجميلة العميقة القوية التي يحتاجها المجتمع العربي. أسماء الله الحسنى بأسلوبه الجميل، بأسلوبه المبسط جدا العميق، وأنا أسميه السهل الممتنع فعلا. ما شاء الله عليك يا دكتور وجيه، بيض الله وجهك وكتب الله أجرك وجزاك الله عنا خير الجزاء. بسم الله المكسب، هو كما تحدث عنه سعادة الأستاذ دكتور وجيه، هو من أسماء الله الحسنى. قال أهل العلم: هو العادل في حكمه، المنزه عن الظلم والجور، لا يسأل عما يفعل. وأما المقسط فهو الذي يأخذ قسطه وحاجته فقط، تاركا للآخرين أقساطهم وحاجتهم. لذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فالذي يضع النسب الصحيحة في المواد قبل تصنيعها ثم يقدمها للآخرين بالوزن الصحيح والسعر العادل هو مقسط يحبه الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن المعلوم أن أسماء الله توقيفية، بمعنى أن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا نعلم دليلا من الكتاب أو حديث صحيح من السنة بإثبات الاسم
ببعض الإثباتات عن بعض الأسماء. نعم، ورد في كتاب الله الأخبار بأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه عز وجل أن يمسس عبده بضر فلا كاشف له إلا الله، ويمسسه بخير فلا راد لفضله. شكر الله أخينا سعادة الدكتور وجيه. وهذا الاسم يا دكتور، اسم الله المقسط، ما الفرق بينه وبين بعض الأسماء؟ يعني أنا كأن في بعض الأسماء أن في اعتراض عليه، فهل يوجد هناك اعتراض على هذا الاسم؟ حفظك الله، بارك الله فيك، جزاك الله عنا خيرا. كرمك الله أخي الحبيب والغالي دكتور محمد، وربنا يبارك فيك. وطبعا يعني احنا اعتمدنا في الحديث عن اسم الله الحسنى على الحديث الذي ورد عند الإمام أحمد بن حنبل والإمام الترمذي، اللي هو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وذكر من بينها المقسط والضار والنافع، وإن لم ترد هذه الأسماء بلفظها وإنما بمعناها في القرآن الكريم، ومعانيها ثابتة فيها، والعلماء يعني بينهم بعض الاختلاف، لكنهم الأرجح إن حتى العلماء في القديم والحديث، علماء السلف و يعني غيرهم، هم يعني أثبتوا هذه الأسماء، فهي أيضا توقيفية. ومعنى طبعا المقصد كما ذكرنا اللي هو الله سبحانه وتعالى الذي يحكم بالعدل، بل بمنتهى العدل بين عباده، فلا يتوقع منه حيف أو ظلم أو ميل أو شيء من مما يعني قد يعني يعيب البشر مهما كانوا يعني. فهذا هو يعني ملخص ما قيل حول إثبات هذا الاسم الجليل لله سبحانه وتعالى. وستجد أن يعني حتى أظن الشيخ السعدي والشيخ محمد متولي الشعراوي من المعاصرين يعني، وفي الأسماء والصفات يمكن للإمام البيهقي، وفي القديم عند أبو حامد الغزالي وآخرون ذكروا أيضا هذا الاسم الجليل.